بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو هل تهتم؟ فلتوضيح عنوان هذه المحاضرة لنتفكر في الأرقام التالية: عدد البشر على الأرض الآن يبلغ حوالي 6,800,000,000 شخص، يعني هناك الآن على الأرض 6.8 بليون شخص حوالي. وإذا تفكرنا في نسبة المسلمين من هذا العدد نجد بأنهم يشكلوا ربع، يعني 1,700,000,000 مسلم على هذه الأرض. هذا يعني بأن عدد غير المسلمين على الأرض الآن حوالي 5 بليون شخص، يعني 5 وأمامها 9 أصفار. إذن أول حقيقة نستنتجها من هذا الأمر بأن عدد الذين لا يعرفون اسم الخالق يبلغ حوالي 5 بليون. مرة أخرى، عدد البشر الذين لا يعرفون اسم خالقهم، اسم الله، يبلغ حوالي 5 بليون. فالسؤال: هل تهتم بأنه على الأرض التي خلقها الله عز وجل عدد الذين لا يعرفون اسمه أكثر بكثير من الذين يعرفون؟ أريد أن تفكر، هل تهتم بهذا أم لا؟ مرة أخرى، هل تهتم بأن عدد الذين لا يعرفون الله عز وجل على الأرض التي خلقها الله أكثر بكثير من الذين يعرفون اسمه؟ 5 بليون شخص لا يعرفون اسم خالقهم، فهل أنت كإنسان مسلم تهتم بهذا أم لا؟ الحقيقة الثانية بأنه في وقتنا هذا عدد البشر الذين يعبدون البشر والبقر والحجارة وغيرها حوالي 5 بليون شخص، يعني على الأرض التي خلقها الله عز وجل عدد الذين يعبدون البشر مثل عبادتهم لعيسى عليه السلام، والذين يعبدون البقر مثل الهندوس، والذين يعبدون الحجارة مثل البوذيين وغيرهم وغيرهم، أكثر بكثير من الذين يعبدون الله الحق. فهل تهتم بهذا أم لا؟ أليسوا بشرا يستحقون الهداية؟ أيضا حقيقة رقم 3، عدد البشر الذين سيتألمون في هذه الحياة والآخرة 5 بليون شخص. عدد الذين سيكون عندهم ألم في هذه الحياة وفي الآخرة 5 بليون شخص. هل تهتم بأن بشر مثلك سيتألمون في هذه الحياة وفي الآخرة؟ إذا لم تهتم بذلك فأخشى أن ينطبق عليك أنك إنسان سادي تتلذذ في عذاب الآخرين. حقيقة رقم 4، عدد البشر الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن رسالة الله للناس وهي القرآن 5 بليون شخص، يعني هناك 5 بليون شخص لا يعرفون رسالة الله لهم. فإذا أريد الآن تفكر هنا هذه الحقائق المخيفة في زماننا هذا، بأن غالبية الناس على هذه الأرض لا يعرفون اسم خالقهم، يعبدون البشر والحجر والبقر، لا يعرفون رسالة الله عز وجل لهم، يعني وضعهم صعب جدا جدا. فأنت كإنسان مسلم الله عز وجل أنعم عليك بالإسلام ورسالة القرآن، هل تهتم بهذه الأرقام؟ الآن إذا كان الجواب لا تهتم بهذه الأرقام وهذه الحقيقة المؤلمة، فأفضل وصف لحالة الإنسان الذي لا يهتم هو قول الله عز وجل في سورة التوبة آية رقم 67: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فهنا قول الله عجل: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. هذا شيء خطير جدا جدا جدا. عندما أنت لا تهتم بأن غالبية البشر في وضع سيء جدا من ناحية دينية،
والله أجل أنعم عليك بهذه الرسالة وهذه الأمانة أن توصل رسالة للناس، وأن الله يجعلك سبب في هداية الآخرين. إذا لا تهتم بذلك ونسيت الله عز وجل، ينطبق عليه قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وما بال وما حال الإنسان الذي ينساه صانعه الله عز وجل، ما بال هذا الإنسان في هذا الحياة وفي الآخرة. الآن إذا أنت تهتم بهذه الأرقام وتريد أن تغير هذا الحال، كيف الطريق لذلك؟ يعني إذا أنت تهتم وتريد أن تغير هذا الحال، الجواب أيضا في القرآن الكريم في سورة المدثر آية رقم 1-2، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا الجواب، يعني اسعى للدعوة في سبيل الله عز وجل، يعني اسعى لنشر كلام الله عز وجل للناس. ولهذا الغرض قمت بعمل إنشاء موقع بهدى الله عز وجل، وهو مبين أمامكم على الشاشة: www.quran-miracle.com. في هذا الموقع رجاء زيارته، وتجدون في هذا الموقع كيفية إيصال كلام الله عز وجل للناس في هذا الزمان، بالمنطق، بالعلم، بالحجة، بالصور، بالفيديو، بالطرق. يعني في هذا الموقع هناك طرق كثيرة جدا جدا جدا، وكل حسب اختصاصه. يعني المهندس يجد في الموقع كيف عن طريق الهندسة يوصل رسالة الله عز وجل للناس، الطبيب يجد في الموقع كيف عن طريق الطب يوصل رسالة الله عز وجل للناس، كل إنسان حسب تخصصه يجد في هذا الموقع إن شاء الله شيء يهتم فيه ويستطيع أن يستخدمه لإعلاء كلمة المولى عز وجل. فالرجاء إخواني وإخواتي أن تسعى لإعلاء كلمة المولى عز وجل، وتتفكر فيما أقول. الله عز وجل أنعم عليك بالقرآن ورسالة الإسلام، هذه أمانة، ويجب أن توصل الأمانة للناس الآخرين. وكما قلت، لمعرفة تفاصيل أكثر عن كيفية إيصال القرآن للناس في زماننا هذا، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com، ويمكن تواصل مع طريق الإلكتروني zquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.